قد ذكر الله تعالى عرفات باسمه تنويها به، وهذا يدل في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فذكر الله تعالى عرفات باسمه، وذلك تنويها وبيانا أن الوقوف بعرفة ركن، فإن الله تعالى لم يذكر من المناسك بهذا باسمه إلا غير عرفة والصفا والمروة، وفي ذلك دلالة على أنهما ركنان من الأركان، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه لا يرى السعي في الصفا والمروة من الأركان.